نخلي البلان ده يشاور على اكس. طب انا عايز بقى خلي بالكم النقطة ان انا طالما هلحم هنا يبقى انا عايز البلان ده بالظبط بالسنتي بالملي يكون في نفس مكان الايدج دي، والا اقل حركة يعني اقل اوفست يعني اقل ازاحة اقصد قدام سن او ورا هتلاقي الموديل بتاعك باظ. طب انا اعمل دي ازاي؟ بص روح للسلندر ده وسلكت لوب الايدج اللي جوه دي. في كوماند حلو قوي هروح لمش كونفرج كوماند، ومن الكوماندز دي عندي هنا كوماند اسمه ايدج تو سبلاين، يعني هو بيحول الايدج دي لسبلاين. هو ما قايل له ايدج تو سبلاين، بص كده طلع لي هنا ايه سبلاين. هتقولي طب هو فين؟ هقول لك اهو. طبعا السبلاين ده بالظبط في نفس المكان ده، بس زي ما انتم شايفين الاكسس فين والسبلاين فين. فانا هكليك السبلاين واروح لمش سنتر اكسس سنتر اكسس 2 كده، يقوم جايب الاكسس في السنتر بتاع الاوبجكت. طلع ده بره، هات البلان ده حطه جوه السبلاين. طبعا لما تحطه جوه السبلاين وتقوم قايل له بي اس ار، الرزرار ده اسمه ريسيت بي اس ار. ريسيت بي اس ار معناه ايه؟ معناه انه بيخلي ان الاوبجكت اللي تشايلد اللي محطوط جوه البيرنت ده كانك بالظبط رحت لكووردز عملت ده صفر صفر صفر، يبقى كده البوزيشن ده في نفس مكان ده بالظبط. بس ريسيت بي اس ار بيعملها للبوزيشن والسكيل والروتيشن، فلو ضغطنا كده بالظبط ده في مكان ده. طيب انت محتاج ده في حاجه؟ بالسلامه. سكيل بقى يا دوبك لغايه بس ما البلان يعدي بس من ايه؟ من السلندر بالشكل ده كده. طب وبعدين؟ ولا قبلين هناخد البلان ده دبليكيت بس، طبعا كنترول وسحبت عشان اعمل دبليكيت، والت دبل كليك عشان اخفيه. انا محتاج ده فين؟ هحتاجه عشان اقفل الجزء اللي ورا. تمام؟ اجي للبلان ده، طبعا هحوله اديتابل، والمفروض شفتوا البوردر ده المفروض يلحم مع البوردر ده. طب تيجي ازاي؟ لازم عشان نعمل لحام مش هعرف الحم اوبجكت مع اوبجكت، خلاص يعني مش هعرف الحم اوبجكت مع اوبجكت، لا يعني مش هعرف الحم بوينت من اوبجكت مع بوينت من اوبجكت تاني، ولا ايدج مع ايدج، ولا فيس مع فيس، استحاله يتلحموا. طب عشان يتلحموا لازم الاثنين يبقوا حاجه واحده. معنى انه حاجه واحده هكليك البلان وكليك السلندر، طبعا كنترول وكليك. لما كليك الاثنين المفروض اقول له رايت كليك كونكت اوبجكت بلس ديليت، يعني الحم الاثنين في بعض واعمل ديليت للتشايلد. طبعا الزرار ده اللي هو احنا اصلا مطلعينه هنا كونكت اوبجكت بلس ديليت، خلاص احتياطي رايت كليك واقول له اوبتمايز عشان اطمن من النقط. طب انت كده خلصت؟ لا، روح بقى للايدج مود. طبعا احنا كده كده عاملين سيلكشن المره اللي فاتت، هاخد اللوب سيلكشن تاني وشيفت واعمل لوب. هي دي، شايف هو بيقف عند اللوبس، لكن انا عايز اقول له لا، يعني انت كمل اللوب لاخر السيرفس مش لاول بوينت. فانا عايز اقول له ايه؟ سيلكت باوندري لوب، يعني سيلكت لي البوردرز مالكش دعوه بالبوينتس. فانا هقول له سيلكت باوندري لوبس، هيبقى بالمنظر ده اهو. انا واقف عمل كده شيفت كليك، فاضل ايه؟ فاضل بقى الحم دول في دول. طبعا انت هتلحم لاقرب نقطه عندك، طبعا اهو مش هادي الديل دي، بس انهي اداه؟ انهي اداه؟ واحد يقول لي ممكن نعمل بريدج اللي هي الاداه دي، يعني هعمل رايت كليك واقوم قايل له بريدج، ولو قلت له بريدج هنقوم ماسكين خلي بالك دي بدي. لا كنترول زد، انا عايز اداه لما امسك بوينت وامسك البوينت دي اوصلها لدي يقوم هوب لحمهم لي كلهم. مين بقى؟ ستيتش اند سيو، تخيط بيقوم بيسحب الايدج يقوم لحمها في اللي قدامها. ستيتش اند سيو اللي هي برضو رايت كليك
وقوم قايل له ستيتش اند سو اللي هي دي. بص اقف عند بوينت، على فكره ستيتش اند سو بتقف عند بوينت، تقف عند البوينت دي ومن انا ما ضغطتش لا كنترول ولا شيفت ولا اي حاجه، لان الاداه دي على فكره بكنترول بتعمل حاجه، من غير كنترول بتعمل حاجه، بشيفت بتعمل حاجه ثانيه. انا من غير اي حاجه همسك هاجي على اي كورنر، تعال على النقطه دي، تعال على النقطه دي، تعال، المهم اي بوينت، اقف عند البوينت واسحب كده ووصلها باللي قدام، سيب الطريقه الوحيده انك تقفل سلندريكال اوبجكت بكويت بالمنظر ده. تمام، طبعا لو جينا نبص كلها اربعات 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 اربعات، اربع اضلاع يعني. الناحيه الثانيه والتكرار يعلم الشطار، فانا هاجي للبلان هطلع ده نفس الخطوات بتاع المره اللي فاتت، لوب سيلكشن اسلكت الايدجز مش كوماندز، ومن كوماندز اقول له ايدج تو سبلاين نفس القصة، هسلكت السبلاين واروح لمش سنتر اكسس، سنتر اكسس 2 عشان اجيب الاكسس في النص بالشكل ده كده كالعادة، طلع ده بره، دخل البلان ده جوه السلندر، ريست بي اس ار، بقى البلان في نفس مكان الخط، شيل السلندر، روح للبلان حوله اديتابل، وكالعادة هنروح للايدج مود لوب سيلكشن، اتاكد من سيلكت باوندري لوبس متعلم عليها وتشيلها بعد كده عشان ما تعكسكش، وهوريك هتعكسك فين دلوقتي. هكليك كده اهو، صح غلط، لان لو كلكيت ده طب انا هلحم في ده ازاي؟ يبقى في خطوه اللي هي سيلكت الاثنين وهم قايل له كونكت بلس ديليت. تمام، بالشكل ده كده انا لو رحت عملت كده شيفت وعملت كده، بعد كده ستيتش اند سو، وهقوم جاي ماسك ده اهي في ده اهي، خلصت. تمام، طبعا انا خدت وقت اكتر من اللازم في شرح الحته دي، بس صدقوني بعد كده مش هنكرر حاجه، فيا ريت، انا بستفيد قوي 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 في شرح في الورك شوب دي، لكن طبعا معدل الشرح هيبقى اسرع من كده والا مش هنخلص. تمام كده انا خلصت من ده. طيب هروح لسلندر ونسمي بادي، وعايز اعمل الكاب الغطا بتاع البادي من قدام ومن ورا. تمام، طيب هنعمله ازاي؟ لوب سيلكشن اهو، بصوا ما عملش لوب ليه؟ عشان دي سيلكت باوندري لوبس، سيلكت باوندري لوبس بتشتغل لو في بوردر. يعني ايه في بوردر؟ يعني ايدج وبعدها فاضي، اما دي كده مش بوردر، فشيل دي تقوم رايح عامل كده. تمام، وهنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه؟ مش هنسلكت ده، هنعمل حاجه تانية خالص، ارجع كده واروح لستيم، تمام نرجع هنا كده تاني، هعمل او هعمل رايت كليك واخد اللوب باث كات. انا عايز اعمل اتنين كات، طبعا عايز اعمل ورا زي قدام، فانا ممكن اعمل حاجه حلوه قوي في اللوب باث كات، هنعلم على سيمتريكال كات وهاخد كات هنا كده، انا عايز الكاب تبقى هنا. كده تمام. بعد كده هاخد لوب سيلكشن واخد اللوب ده، شيفت مع اللوب ده، وهنعمل بيفل عشان ما تبقاش الايدج دي شارب، هروح للبيفل وهعمل بيفل بالشكل ده كده. يعني ممكن تخلي البيفل تشينفر، ممكن تخلي البيفل سوليد، زي ما انت عايز حسب الشيب اللي انت عايزه هنا. هخليه تشينفر بس هحط له سب ديفيجنايه واحده بس. تمام، بس لو رحنا حطينا ده جوه سب ديفيجن سيرفس، لو عايزه يتحط على طول فتعمل الت وتطول الكليك شويه وبعدين تاخد سب ديفيجن سيرفس.
تمام، هيبقى بالمنظر ده. طبعا قلنا حرف الكيو عشان يقفل البيرنت، فانا هقفل حرف الكيو، هقفل. وتعالوا نروح للفيس مود وهسلكت اللوب سيلكشن. اللوب سيلكشن اختصاره يو ال ورا بعض اهو قدامكم يو ال. فلو ضغطت يو ال وعملت سيلكت على ده، تمام ماشي. طب انا عايز اعمل سيلكت على كل دول، يعني عايز اسلكت بقيه الفيسز دي كلها بدل شيفت وتفضل بقى الكلام ده كله، لا ممكن تعمل حاجه حلوه قوي. هتروح لسيلكت وتقوم قايل له فيل سيلكشن. فيل سيلكشن هتسلكت كل الفيسز اللي في اتجاه السيلكشن، يعني لو وقفت كده هيسلكت الناحيه دي، لو وقفت كده هيسلكت كل الناحيه دي، تمام. فاختصاره اهو، يبقى اذا سيلكت فيل سيلكشن اللي هو الايكون دي، تمام. هكليك طبعا مع شيفت فيل سيلكشن، طبعا مش نفس الوضع الناحيه الثانيه، هجيب اللوب تاني بس امسك شيفت عشان السيلكشن هناك ما يروحش. شيفت سيلكت فيل سيلكشن شيفت سيلكت، تمام بقى بالشكل ده. طيب رايت كليك وناخد اكسترود. اكسترود اللي هي احنا حطيناها هنا اكسترود، هنكسترود دي. بس خلي بالك من حاجه، لما هتعمل اكسترود كده تمام، اللي حصل مش زي ما انت متخيل. بص ده اللي حصل، بص كده من جوه، لا ده انا عايز اعمل كاب، عايز اعمل كاب، يعني انا عايز البتاع ده مقفول من جوه مش مفتوح. فانا هكليك كرييت كابس، بص كده شايف قفله من جوه. نبص كده تاني عشان نبقى شايفين، اهو شايفين مقفول من جوه. هو انا فعلا عايزه بالمنظر ده كده، لان السيرفس ده انا عايزه، تمام انا محتاجه، بس انا عايز دي فوق تبقى مجسم مستقل بذاته اللي هي الكاب اللي فوق. فانا هطمن كده الناحيه التانية ان انا كده الدنيا عندي تمام، ولو ضغطنا كيو الكاب عندي زي الفل. حلو حلو حلو. طيب انا عايز اخد الايدج دي واعمل لها بيفل، بس عشان يبقى فيه هنا حاجه، يعني لو عملنا كيو كده يبقى فيه بس كيرف شكله حلو، ما تبقاش شارب على طول كده. يو ال ايدج مود، وهكليك ده شيفت وكليك كده. بعد كده هاخد البيفل تول وهبيفل دي كده. اوبس طبعا البيفل معرفش عملت ايه، لكن هخلي البيفل بواحد، ده اللي حصل. كنترول زد. طيب ده حصل ليه؟ افتكر لان في بوينتس مش متظبطه. رايت كليك اوبتمايز، لا اوبتمايز ما نفعتش. طب تعالوا كده، لو عملت كده انا عملت واحده اهو شيفت واعمل كده مفيش. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه ده بيحصل لما نعمل البيفل؟ هرجع للإيدج مود. مش عارف المشكلة فين. كنترول زد 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 تاني. تاني 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 تاني. هرجع للفيسز ورايت كليك اكسترود كرييت كابس زي ما هي، واخد الكاب دي كده.
ارجع للفيس للايدجز يو ال واكليك دي واكليك دي انا فعلا مستغرب هو ليه فاتح البوينتس. كنترول ايه رايت كليك اوبتمايز، هخلي الاوبتمايز ده مثلا ببوينت واحد. طب لو احنا جينا عملنا كده وعملت زوم، شيفت، وهشيل اونلي سيلكت تايب، مفيش في حاجة فاتحة البوينتس دي من بعضها، او انا متهيألي لا دي مقفولة. انا عرفت ليه، لان لما انا جيت عملت اكسترود لدي عمل يعني بصوا كده رايت كليك اكسترود، لو عملنا كده هنا في ايدجين فوق بعض وانا ما خدتش بالي. انا دلوقتي لو جينا عملنا كده 2 ايدج 2 ايدج فوق بعض خلاص، فانا هعمل كنترول زد، والاول قبل ما اعمل الاكسترود هفصل الاثنين دول، هفصلهم الاول يعني هخليهم اوبجكت لوحدهم. فانا هعمل ده ازاي؟ عن طريق رايت كليك واقوم قايل له سبليت، الامر سبليت اللي هو ده سبليت بالشكل ده. هسيب البادي زي ما هو، هروح لبادي 1، بادي 1 ده اللي هو الجديده، ودي هسميها جابس. تمام. طبعا لو انا جيت عملت ده كده خلي بالكم هو مش شايف الجابس، هو بيشوف بس اول حاجه تحته، فخد الاثنين دول الت جي كده هو شايف الاثنين. طيب كيو نقفل ده كده ونروح للجابس بقى، ارجع ليه طبعا كنترول ايه عشان اسلكت كل الفيسز، رايت كليك المره دي واقوم قايل اكسترود كده بقى. انا مش هيبقى فيه مشكله عندي في اي حاجه. تمام ماشي بالمنظر ده. لو جيت عملت ده هلاقي الكاب ماشي بالشكل ده. لو عايزين نشربنها شويه هنشربنها شويه، اوريكم ازاي. الاول انا هالت دبل كليك هنا وهروح على واروح على ده ما افتكرش ان اعمل فيه حاجه، هرجع للكابس دي. تمام وهعمل لوب سيلكشن على الايدجز وكليك هنا شيفت وكليك هنا وهشغل ده علشان بس ابقى شايف انا بعمل ايه بالبيفل. هروح للبيفل وهبيفل دي كده شويه، ممكن حتى بدل الشنفر اقول له سوليد بحيث يبقى زي الهارد سيرفس بالمنظر ده. اطلب كليك على البادي واروح للوب سيلكشن التاني اللي هو افتكر ده رايت كليك مش رايت كليك بقى، هروح هنا بيفل وهبيفل ده كده شوية. لو جيت بقى قفلت ده كده وفتحت ده هلاقي عندي الشكل الكاب مظبوطة، ونقفل ده كده وكل حاجة تمام التمام. لو عايز تعمل ده هارد سيرفس مفيش مشكلة خالص، هيبقى البيفل بتاعك دبل كليك هنا كده وكل الحكاية، بس انك انت هتبيفل ده سنة
تمام بالشكل ده كده. طبعا عشان كده انا قلت من الاول ما كنا ما نبداش بعدد سيجمنتس كبير، لان كنا هنتبهدل. تمام، مش فاكر انا عملت ده ولا ده، بس خليني اعمل ده. تمام بجلد السن كده. احنا بالشكل ده انا مش عايز عدد السيجمنتس الكبير قوي ده، فهنروح لديسبلاي وبدل واير فريم هقول له ايزو بارس، بس نظافه كده والفيو بورت خفيف والدنيا زي الفل. حلو، هرجع تاني معلش للواير فريم عشان ابقى شايف بالظبط، واشيل ده كده. طبعا انا عايز اجي للبادي و رايت كليك واقول له لوب باث كات اللي هي اهي. هنا برضو عايز اعمل سيمتريكال سيمتريكال كات، تمام، وليكن هعمل كات قريب من هنا كده، و هعمل واحد تاني وليكن مثلا، وعمال يختفي كل شوية. تمام، ده عيب فيو بورت على فكرة. لو اختفى معاك لو اختفى معاك بالشكل ده يعني، هعمل مثلا احط اوبس كنترول زد. بخاف انا من موضوع ان انا اكليك كده فيكت، ساعات بيكت في حتت رخمه يعني. انا هشيل سيمتريكال كات واعمل سيمتريكال كات تاني. تمام، واخدها كده ماشي واحد هنا كمان، وممكن واحد هنا كمان. تمام، في النص انا عايز واحد تاني، بس مش هعمله سيمتريكال ولا هعمله باللوب باث كات عشان نبقى اشتغلنا على كذا اداه. انا هروح للرينج سيلكشن ورينج دول وسيلكت دول، وكل الحكايه هقول له كونكت بوينت ايدجز، اختصارها ام 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 ورا بعض هيكونكتهم بالشكل ده كده. بعد كده هروح للوب سيلكشن وسيلكت اللوب ده. انا عايز اعمل هنا الحته اللي فيها الفتحات او الصواميل او الحزام اللي هو الحديد ده، همسك دي. طبعا لو جيت عملت كده هلاقي الدنيا معايا تمام، وعلى فكرة الموديل هنا ريح وبقى انسيابي، ما بقاش فيه تنجن، ما بقاش فيه شد. هاجي هنا كده وهعمل رايت كليك واخد بيفل تاني. البيفل هنا فايدته ان اعمل كوبي من دي، طبعا الكوبي على قد الحزام ما انت عايز. انا عايز الحزام مثلا يبقى بالعرض ده كده، تمام، حاجة كده. بعد كده اروح للفيسز يو ال عشان نجيب اللوب، هنسلكت اللوب ده وهنسلكت اللوب ده. تمام، هنفصل الحزام عشان يبقى الحزام لوحده، عشان اعمل له ماتيريال لوحده. هنفصله ازاي؟ قلنا بسبلت، هكليك سبلت نزل لي بودي 1 ده هنسميه البلت او التدبيس التحزيم زي ما تسميها. خلاص طبعا لو عملنا كده هنلاقي الدنيا بالمنظر ده. طبعا خلي بالنا ان البادي لسه الفيسز بتاعته متحدده، فانا مش همسحها. تمام، نيجي للبيلت ده بقى ونشوف هنعمل فيه ايه. اولا انا عايز افتح فيه فتحات في النص كده. بص، لما تحب تفتح فتحات في النص او تعمل قطع او قط، دايما اختار فيس اربع اضلاع واعمل جواه نقطه، يا اما كده وكده يا اما كده وكده، المهم يبقى جواه هنا بوينت. عشان احنا ناخد البوينت دي هوريكم احنا هنعمل ايه دلوقتي، وهنعملها كده. فتعمل لي هنا اقدر اعمل قطع. عموما ده اللي هنعمله، بس مش بالطريقه دي. طب انا عايز بين كل فتحه وفتحه عايز احط فاصل، يعني يبقى في نقطه ونقطه ما فيش، واللي وراها فيها فتحه ونقطه وهكذا. خلاص، فعشان اعمل دي احلى حاجه روح لللوب سيلكشن وهات اللوب بتاع البوينتس دي، تمام، واحتفظ بالسيلكشن ده. طب انا عايز احتفظ بالسيلكشن، احتفظ بيه ازاي؟ عن طريق سيلكت وتقوم قايل له ست سيلكشن. ست سيلكشن هي نفس الامر تمام اللي احنا حاطينه هنا، ست سيلكشن. هن ست سيلكشن هو كده عمل لي بوينت سيلكشن، لو الدبل كليك اقدر اجيب البوينتس تاني. طب انا عملت ده ليه؟ هقول لك. روح للبيلت وروح ل الايدج وشيفت كمان هات اللوب ده. خلاص، اضغط ام ام، انت عملت كونكت كده تاني بين الايدجز وبعضها، مظبوط كده. بص كده لو انت جيت هنا ضغطت
دبل كليك ايه اللي حصل؟ نقطة فيه، نقطة مفيش، نقطة فيه، نقطة مفيش، نقطة فيه، نقطة مفيش، وهكذا. تمام؟ طيب بعد كده رايت كليك بيفل. في البيفل بقى افتح النقطة دي كده، ما تخلاش تلزق يعني كده. حلو. بس المهم تخلي بالك الدبس يبقى كده، مفيش دبس، يبقى كده عشان يديلك ده بالمنظر ده. طبعا هنعمل الت بس دبل كليك على البادي عشان ابقى شايف انا بعمل ايه. تمام كده زي الفل. سب ديفيجن، اوبس، لما بتسيب التول ما بتعرفش ترجع لها تاني. طيب دلوقتي انا عايز ادلت النقطه اللي في النص عشان اعمل فتحه. ممكن بقى تعمل ايه؟ تمسك نقطه نقطه وتدلتها. وفي حل اسهل، روح لللوب سيلكشن وهات الفيسز وسيلكت ده وشيفت وسيلكت اللوب ده. تمام، اعمل انفرت للسيلكشن، سيلكت قول له انفرت ديليت. طبعا ديليت وراها على طول رايت كليك اوبتمايز 448 باوبتمايز بقوا 416. تمام، ده شيء ظريف. لكن اللي مش ظريف بقى اللي هيحصل حالا. شفتوا؟ هو ده مش كده وبس. لو عملت، لو جينا عملنا كده هلاقيه تحس ان هو مقوس. هقول لكم ده هيتظبط ازاي، بس نظبط عيب عيب الاول. هقفل ده. العيب ده عشان يتظبط ده جاي منين؟ احنا قلنا دايما ما يبقاش عندنا لا مثلث، او على قد ما نقدر ما يبقاش عندنا مثلثات. ده على قد ما نقدر ما يبقاش فيه مثلثات. لكن اوعى تخلي في الموديل بتاعك حاجات لا خماسيه ولا سداسيه، ده مستحيل ينفع. بص كده، شفتوا الفيس ده؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة أضلاع. ده مستحيل ينفع، مستحيل. طب أنا عشان أخلي كل واحد من دول كواد، سنة واحد شاطر أهو، استفاد من المحاضرة اللي فاتت وقال لي إحنا هنعمل كده، ناخد البيلت ده ونوصل النقطة دي بالنقطة دي، رايت كليك طبعًا، وناخد اللاين كات وناخد دي ونوصلها دي. بقى كده هيبقى عندي كواد، كل واحدة بقى ده بده ودي بدي ودي بدي. طب ما في حاجة أحلى. بص كده، لو رحت الفلتر هتلاقي عندك هنا حاجة اسمها ان جونز لاين. لو ضغطت على ان جونز لاين، واخد بالك انت، ان جونز لاين بيوصل زاوية بكورنر. خلاص ماشي، بس خلي بالك دي مش فيس، ده دي بس كده شكل. طب انت عايز تحول دول فعلا لإيدجز بحيث يفضلوا ثابتين، لانك انت لو عملت كده رحت عامل ان جونز لاينز هيروحوا. لكن فلتر، بالمناسبة قائمة فلتر بتتحكم في ايه اللي تظهره وايه اللي تخفيه. تمام، ان جونز لاينز تولز، اسف مش كوماندز، اسف مش ان جونز، ريموف ان جونز. عارف ريموف ان جونز يعني ايه؟ يعني هيشيل الاشكال الدلالية دي جايد بس، هيشيل الجايدز ويبدلها بايه؟ بايدجز. ريموف ان جونز. بص بقى خلصت. فاضل دلوقتي العيب التاني اللي هو العيب بتاع الان راوندنس. يعني لو احنا جينا نبص كده هنلاقيه فعلا اهو. انا عايز اشيل السلكشن اهو، شايف؟ تحس ان اهو، بص بانت. ايوه بانت قوي هنا، تحس ان هو بص مقوس. الامر الموضوع ده حلو قوي على فكره، وهيفيدك لو انت عايز تعمل بروجكشن لاوبجكت على اوبجكت، يعني زي ما تكون بتطبعه عليه كده. طب يجي ازاي؟ بص، لو انا مش فاكر احنا كنا عملنا القطر بتاعه 75 مظبوط السلندر. طب هنروح للبيلت واروح للموديل مود واروح لمش سنتر اكسس، سنتر اكسس 2 بكده يبقى ده في السنتر. تمام، روح هات حته سلندر، سلندر، وخلي الاورينتيشن بتاعه كالعاده على اكس، وهنحطه جوه البيت.